سامعني كده؟ تمام، سامعين حضرتك يا باشمهندس. طيب الناس بس تيجي من الميتنجز التانية اللي عاملها دي، عاملين كذا ميتنج يعني، فييجوا بس وبعدين نبتدي. يعني هو انت ممكن حد بس يقول لهم كده ايه يعني الميتنج مكتوب عليه ورك شوب في الشانل بتاعت السكشن، عشان هم في ميتنج تاني كده ملوش اي دعوة بينا يعني. انتوا اللي بديكوا الاون كامبس ولا لا؟ بس انا بدي سيكشن تاني اون كامبس وانتوا الاونلاين تقريبا يعني، مش كان سيكشن 7 باين ولا ما اعرفش الرقم كام. طيب هنعمل ايه النهارده؟ احنا النهارده هنعمل الكاستنج، او هنبتدي نتكلم على الكاستنج والشيت ميتال ووركس، وهنبص على الميجرمنت. يعني انتوا المفروض الميجرمنت اهم حاجه في العملي بتاع اي حاجه، يعني انتوا الفيرنير والمايكرومتر دول المفروض تبقوا انتوا ايه يعني عارفينهم، تعرفوا تستخدمهم كويس جدا لانهم اساسيين يعني. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نبتدي بالميجرمنت، ما نسيبهاش للاخر عشان تبقوا انتوا بس مركزين لسه، وبعدين نبتدي نتكلم بقى في الكلام النظري بتاع الكاستنج والشيت ميتال والكلام ده. طيب اللي قدامنا ده حاجة اسمها فيرنير، ده بيقيس، ده عامل زي المسطرة كده، نفس فكرة المسطرة، بس هو الفكرة الزيادة اللي فيه ان هو بيديلك قراية ادق من المسطرة. يعني انت لو جينا نقيس حاجة بالمسطرة انت اخرك تقول ان هي مثلا ايه 15 سنتي واتنين ملي. ليه بتقول 2 ملي؟ لان التدريجات اللي على المسطرة اخرها اصغر حاجة فيها بتبقى 1 ملي، فانت ممكن تقول 2 ملي، 3 ملي، 4 ملي، وهكذا. صح ولا غلط؟ سامعيني اصلا عشان كويس ولا في مشكلة في الصوت؟ لا تمام. طيب يبقى تاني المسطرة زي كده، السكيل اللي فوق ده كده، الحتة اللي فوق دي، ده اللي اسمه المين سكيل بتاع الفيرنير. يعني المسطرة بتبقى عاملة زي المين سكيل كده، بتبقى ايه سنتي، 2 3 4 5 كده مثلا. ممكن حاجة بقيسها اديها 7 سنتي و4 ملي، بس في الحقيقة انت لو جيت ركزت او انت بعينك بتبقى عارف تجيبها، يعني ممكن تلاقي الحاجة اللي انت بتقيسها واقعة ما بين التلاتة والاربعة ملي، يعني هي حاجة ما بين الاتنين واقفة كده هنا. فانت بتقول بايه يعني؟ قول مش مشكله 7 مللي، 7 سنتي و3 مللي، يعني 73 مللي. 7 سنتي بوينت 7.3 يعني 73 مللي، وده بالصح. فانت لما بتبقى عايز تقيس، يعني لما بتجي عايز تقيس حاجه عايز تقيسها بدقه اكتر من كده، بتجيب حاجه اسمها الفيرنير اللي هو اللي قدامنا ده. الفيرنير كده هو قايس لي، وهما الفكين دول او الاتنين جوز دول مقفولين، هو قايس لي زيرو، يعني هو كده مفيش حاجه جوه. لما انا باجي ايه ومفتحه كده، القرايه تحت هتلاقيها ايه بتتغير، تمام؟ تلاقي القرايه بتتغير. طيب انا بعمل ايه؟ انا الحاجه اللي عايز اقيسها بحطها ما بين الفكين دول، وبقعد احركها لحد ما تقفل عليه. طيب لما بعد ما تقفل عليه انا بقوم عامل ايه؟ بقيس باخد القرايه بتاعتي ازاي؟ لو انا مثلا طلعت لي عامله كده، كده حاجه بالمنظر ده، باجي على الفيرنير سكيل اللي هو اللي تحت ده، خلاص بشوف الصفر او اول شرطه موجوده فين. الاقي ان اول شرطه موجوده على الخمسه بالظبط، يعني اول شرطه بالظبط على الخمسه، ده معناه ان الحاجه اللي انا بقيسها 50 مللي او 5 سنتي، تمام؟ طيب لو انا كانت طالعه لي عامله كده، طيب الاقي ان الشرطه بتاعت الصفر موجودة ما بين الخمسة والخمسة بوينت ون، يعني 5 سنتي أو 5.1، ما بين الخمسة سنتي والخمسة وملي. طيب الفكرة بقى هي موجودة قد إيه؟ يعني هي بعيدة قد إيه عن الخمسة سنتي دي، الحتة دي قد إيه؟ بفضل ماشي كده بعيني، هلاقي إن الزيرو مش متطابقة مع أي شرطة فوق، الواحد برضو مشفتة عن الشرطة اللي فوقيها شوية،
الواحد مشفته على الشرطة اللي فوقيها، الاتنين مشفته على الشرطة اللي فوقيها شوية، هاجي ابص الاقي ان التلاتة ماشية مع الشرطة اللي فوقيها، هلاقي ان التلاتة اهي ماشية مع الشرطة اللي فوقيها. ده معناه ايه؟ ان هي الخمسة دي بوينت 5 سنتي او 50 ملي بوينت التلاتة. تاني هلاقي ان هي 5 سنتي خلاص بوينت تلاتة، اسف 50 ملي بوينت تلاتة، تمام؟ يعني هي الفرق ده 0.3 من الملي، يعني 3 من 10، تمام؟ تاني ناخد اكزامبل تاني. انا جيت قمت فتحت الجو بتاعي او الحاجه اللي انا بقيسها، لقيتها ايه، قعدت ماشي كده 60 مللي 50 مللي 60 مللي، لا 70 مللي. طيب دي ايه؟ ده 1 مللي كده، والزيرو بعد ال1 مللي، يبقى كده 71 مللي، كده 71 مللي. طب 71 مللي بوينت كام؟ هفضل ماشي على الفيرنير سكيل اللي تحت ده كده خلاص، هلاقي ان الزيرو ما بعد الشرطه بتاعت الواحد ملي، يعني كده 71 ملي بوينت حاجه. بقى البوينت حاجه دي اللي انا عايز اجيبها، الاقي ان الواحد بعيده، الاثنين بعيده، الثلاثه بعيده، الاربعه بعيده، ما فيش اي شرطه فوقيها متطابقه، الاقي ان الخمسه متطابقه مع الشرطه اللي فوقيها. ده معناه ان القرايه دي 71 ملي بوينت 5 خلاص. طيب حاجه تانية انا بقيسها عامله كده، هلاقي 80 مللي، 81 مللي، 82 مللي، 83 مللي، اهي 83 مللي بوينت كام بقى؟ هفضل ماشي بعيني كده، هلاقي ان الشرطة الرابعة رقم 4 دي هي المتطابقة مع اي شرطة فوق، يبقى 83 مللي بوينت 4. القراية دي بقى انا هقراها ازاي؟ هاجي ابص كده الاقي ان الزيرو بعد ادي كده 80 مللي، 81 مللي، 82 وهكذا لحد بعد كام؟ 89 مللي، يعني كده ما بين 89 مللي و90 مللي. 89 مللي دي معناها اللي هي 8 سنتي و9 مللي، يعني 89 مللي و90 مللي. طيب بعد ال 89 بقى ايه؟ هعمل زوم كده هبص الاقي ان هي ايه؟ ادي الشرطة بتاعت ال 89، وافضل ماشي بعيني كده هلاقي ان الشرطة التانية هي المتطابقة رقم 2، ف 89 ملي بوينت 2. في حد ما فهمش الفيرنير بتقري ازاي؟ يعني حد ما خدش باله الفيرنير بتقري ازاي؟ لان ده مهم جدا في الشغل اللي انتوا هتستخدموه بعد كده، يعني الفيرنير ان انت تمسك فيرنير وتقرا بيه او تمسكه وتقيس بيه حاجات، ده حاجة اساسية، وهيجي عليه اسئلة في الامتحان وكلام من ده، يعني السؤال بتاعه حتى بيبقى مضمون يعني. طيب هنبتدي دلوقتي نعمل الكاستنج او نتكلم عن كاستنج. ايه يعني ايه كلمة كاستنج؟ هتلاقوا تسمعوا الكلمة دي في الورشة او في الجامعة بيقولوا عليها كلمة سباكة خلاص، جاية من كلمة سبيكة حتى، اللي هي إيه الحاجة اللي هي الألوي يعني. فكاستنج هي معنى يعني كاستنج بمعنى إن جنرال، يعني اللي هي أنا بمسك ماتيريال بسخنها لحد ما توصل لدرجة الانصهار، وماخدها صاببها عملها كاستنج في مولد أو في قالب خلاص، وبعد كده بعد ما بتبرد بتاخد شكل القالب ده. ده المعنى بتاع كلمة كاستنج عامة. باشمهندس اتفضل. معلش، هو النور قاطع عندي، فعايز اعرف في اتندنس ولا عشان داخله بالداتا. عشان يعني النور قاطع عندي انا، يعني كاستنج هي ان احنا بنوصل الماتيريال لحد درجة الانصهار، بعدين بن ايه بناخدها ومصبنها في قالب، وتاخد بعد ما تاخد شكل القالب ده. طب سؤال بقى المهم، الكاستنج دي تنفع لكل الماتيريالز ولا ماتيريالز او ماتيريالز؟ لا
طبعا هي ما تنفعش في كل الماتيريالز، لان احنا عندنا ماتيريالز بتسيح وماتيريالز لا. يعني احنا لو عندنا مثلا ماتيريال زي البوليمر زي البلاستيك، لو انا وصلتها لدرجة الانصهار هي ممكن يا اما تتحرق، يا اما قبل ما تتحرق هيبقى الفلوابيليتي او ان هي تتشكل او تاخد الشكل بتاع الكونتينر اللي هتنزل فيه قليل. البوليمرز ما بتنفعش، البوليمرز بتعمل لها حاجة اسمها انجكشن مولدنج مثلا، هي بنحقنها لازم يبقى فيها عليها بريشر. خلاص الماتيريال زي السيراميكس، الحاجات اللي هي السيراميكس درجة الانصهار بتاعتها عالية جدا. بالعكس احنا القالب اصلا اللي بنصب فيه الميتال مثلا اللي هو الحدايد والكلام ده كله بيبقى معمول من السيراميك. خلاص فبمعنى اصح الكاستنج بيشتغل للميتالز، يعني بيشتغل لايه للميتالز سواء كان فيرس او نون فيرس. زمان كانوا بيستخدموا الكاستنج في الذهب، ولحد النهارده في الماتيريال زي الذهب بيعملوا حاجات اللي هي الالومنيوم، اللي هو الالومنيوم بيعملوا بيه حاجات ادوات المطبخ والكلام ده، الانجن بلوك والحاجات اللي هي مواتير العربيات والكلام ده كله بيتعمل ايه بالكاستنج برضو، بيعمل كاستنج للستيل. تمام، فيبقى كده اول حاجه نعرفها ان الكاستنج مش بيشتغل لكل الماتيريالز. طيب اللي قدامنا دي بروسيس اسمها ساند كاستنج. ساند كاستنج يعني مش كل انواع الكاستنج دي الشكل ده بتاع حاجه اسمها الساند كاستنج. ليه بنسميها ساند كاستنج؟ لان القالب نفسه معمول من الرمله. تاني، القالب نفسه معمول من الرمله بس مش اي رمله. خلاص رمله معينه كده هتشوفوها في الورشه، او معرفش ممكن تكون شفتوها ولا لا، بس اعتقد لسه الرمله دي فيها درجه رطوبه عاليه، لما بتيجي تتكبس بتفضل ايه على نفس الشكل اللي هي فيه ده. خلاص في بقى انواع تانية ممكن نحط ريزن، نحط حاجات تربطها ببعض او تشكلها مع بعض الكلام ده كله. لكن في الورشه او الساند كاستنج العاديه بتبقى الرمله نفسها فيها درجه رطوبه لما بتيجي تتكبس، والرمله ما بتبقاش زي الرمله الصفراء بتاعت البحر والكلام ده، لا بيبقى حاجه شبه التراب شويه كده، لما بتيجي تتكبس تاخد الشكل بتاع المولد وبينزل على نفس الشكل ده. طيب اتكلمنا على الكاستنج بروسيس نفسها، التايبس اوف كاستنج مولدز، في حاجه اسمها اكسباندبل وفي حاجه اسمها بيرمننت. معناها ايه الاكسباندبل دي؟ ان هي بنستخدمها مره واحده وبعد كده المولد بتبوظ وتتكسر، ونضطر ايه نعمل مولد جديده كل ما نيجي نعمل كاستنج، كل ما نيجي ايه نصب. الكاست ساند كاستنج زي اللي قدامنا دي هي ايه نوع من انواع الاكسباندبل. ليه؟ لان احنا بعد ما بنصب خلاص الرمله بتتحرق، ولازم عشان اطلع البورت لازم اكسر الرمله اللي حواليه. طيب في حاجات عندنا بيرمننت زي الداي كاستنج مثلا. البيرمننت مولد بتبقى معموله من ستيل او معمول من جريد معين من ستيل مثلا، وبقدر اصب فيها مواد درجه انصهارها اقل من الماده من الستيل زي الالومنيوم زي النحاس مثلا، حاجات اللي هي ايه بتنصهر او الميلتنج بوينت بتاعتها قليله شويه، فبالتالي لما تنزل في البيرمننت مولد ما تسيحهاش. خلاص ففي انواع من المولد بيرمننت وفي انواع اكسباندبل. اكسباندبل زي الساند كاستنج، بيرمننت زي مثلا الداي كاستنج لما تيجي تعمل ايه القالب نفسه بيبقى معمول من الستيل. طيب الساند كاستنج دي طيب بيستخدموها ليه طالما هي بمره واحده والقالب بيترمي وبعد كده اقعد كل مره اعمل ايه قالب جديد؟ اولا هي طريقه رخيصه، يعني هي من ارخص الطرق. ثانيا بقدر اشكل القالب على الشكل بتاع الباترن. ايه الباترن ده؟ الجزء اللي انا عايز اصنعه ببقى انا اصلا عامله، معمول بقى من البلاستيك، عامله من الخشب، خارطه ايا كان، وبحط عليه الساند وبكبسه، فيطلع الساند جواه كافيتي او جواه فراغ واخد شكل الباترن ده. فبالتالي انا كل مره ببقى عايز اعمل كاستنج لشكل مختلف ممكن اعمل باترن، وام ايه اعمل ستاند كاستنج، اعمل باترن مره واحده واعمل اشكل عليه القالب. فبالتالي هي طريقه زي ما قلنا طريقه رخيصه. الباترن دي ممكن اكون عاملها بخشب، تمام، ممكن اكون عاملها ببلاستيك ايا كان يعني.
طيب هنتكلم شوية على الأجزاء بتاعة الكاستنج، يعني أو أجزاء الساند كاستنج أو الحاجات اللي موجودة فيه. أول حاجة اللي هنتكلم عليها 3 كلمات، 3 حاجات أساسية، اللي هي المولد، الكاست، والباترن. في فرق ما بين التلاتة. المولد ده اللي هو القالب، تمام؟ المولد ده اللي هو القالب، زي الإيه؟ زي اللي قدامنا في الصورة ده، خلاص. الكاست ده الجزء اللي بيطلع بعد ما نصبه، يعني الجزء اللي بيطلع بعد الصب ده الكاست، اللي هو البرودكت نفسه، المنتج اللي انا عايز اطلعه، خلاص. طيب الباترن ده بقى ايه؟ الحاجه اللي هي ايه محتاجه كلام شويه. الباترن ده هو بيبقى واخد شكل شبه شكل البرودكت اللي انا عايز اطلعه، يعني الباترن ده حاجه انا بصنعها اول مره، خلاص، تبقى واخده شكل البرودكت اللي انا عايزه. يعني انا مثلا عايز اطلع كوره مثلا، حاجه سفيريكال، فببقى عامل الباترن شكله سفيريكال، تمام. فائدته ايه؟ ان انا بحطه وبحط عليه الرمله، ولما بحط عليه الرمله او بحط عليه الساند وبعدين بشيل الباترن، بيبقى الساند جواها الفراغ على ايه؟ على شكل الباترن. لما اجي اصب الماتيريال بتاعتي بعد كده اللي هي الكاست، بتخش تاخد الفراغ ده، تاخد شكل الفراغ ده. فتاني الباترن دي الحاجه اللي بتشكل لي جوه الرمله، عشان لما انا اجي اصب بعد كده، يوم اللي انا بصبه ده ياخد الفراغ، شكل الفراغ اللي جوه. طيب الباترن، هل الباترن تبقى شكلها او حجمها بالظبط زي شكل البرودكت؟ لا، مختلف، اختلافات بسيطه. يعني حاجه اسمها الباترن الاونسز، تاني حاجه اسمها الباترن الاونسز، بناخد في اعتبار ان الماتيريال هيحصل لها شرينكج، يعني الماتيريال هتكش، بالتالي انا بعمل الباترن اكبر بفوليوم معين او اكبر ببرسنتج معينه عن المفروض البرودكت يطلع لي. يعني انا عايز اعمل مثلا كوره الديامتر بتاعها 10 مللي او 100 مللي، بعمل اقول لكم وصل لحد فين، لحظه. تاني لو انا عايز اعمل حاجه ديامتر مثلا بتاعها 100 مللي، بعملها اكبر شويه، بعمل الباترن اكبر شويه، بحيث ان هي تديني كافيتي او فراغ في الرمله اكبر شويه من الفوليوم اللي انا عايزه. ليه؟ لان الماتيريال تكش او يحصل لها شرينكج توصل للفوليوم اللي انا عايزه، اللي هي 100 مللي. فبعمل الباترن 102 بحيث ان هي تديني الفراغ بتاع ال 102 ده، وماتيريال لما تكش توصل لكام؟ لل 100. ماشيننج، ان انا الماتيريال اللي هتطلع او الكاست اللي هيطلع ده، السطح بتاعه بيبقى رف او مش كويس، يعني في رفنس عاليه، فبالتالي انا باخد البارت اللي بيطلع ده بعمله تشغيل واشغله على التيرنينج او عميلينج او ايا كان البروسيس يعني، وبشيل منه ماتيريال، بشيل منه طبقات. فبالتالي انا ببقى عامل حساب الماشيننج ده. يعني انا لو عايز اعمل حاجه طولها 100 مللي وهشيل من الجنب 2 مللي ماشيننج، فانا بعملها 102، انا هعملها 102 بحيث ان الملي والملي اللي هيتشال من على الجناب يوصلني لل100 اللي انا عايزه. تالت الاونس او تالت حاجه، تالت حاجة أنا باخد بالي منها إن هي في حاجة اسمها الدرافت. إيه الدرافت بقى ده؟ البارت وأنا باجي أطلعه، يعني البارت اللي أنا باجي أطلعه من آسف الباترن لما باجي أطلعها من الرملة، خلاص، لو أنا عندي سيرفيس زي ده كده فيرتيكال بالمنظر ده كده، وأنا بطلع الباترن من الرملة بعد ما حطيتها في الرملة عشان الرملة تاخد الشكل بتاعت الباترن، وانا بطلع الباترن السطح ده ممكن يتكسر. السطح ده ايه؟ ممكن يتكسر، خلاص. فبالتالي بعمل حاجه اسمها درافت انجل، او بعمل حاجه اسمها درافت الاونس، خلاص. ليه؟ الانجل دي بتخلي خروج الباترن من المولد اسهل. تاني لو انا عندي حاجه محصورة جوه الرملة وأنا باجي أطلعها هتتكسر الرملة، فبعمل أنجل بحيث إن هي الخروج بتاعها يبقى سهل.
فده تالت الاونس انا باخد بالي منه في الباترن. تمام. طيب باشمهندس معلش، اتفضل. ان ايه الماشيني ممكن ده؟ باشمهندس، اه انا ما فهمتش الحته بتاعت الدرافت دي. طيب دي وقت هو كده باين. باين عندك. طيب لو انت عندك حاجه محطوطه جوه الرمله، حاجه محطوطه جوه الساند، خلاص لو انت بتيجي تطلعها، لو هي فيرتيكال كده هتاخد الادج او تاخد الحاجه الويك بوينت خلاص، وهتكسرها وتطلع معاها، والرصاد هيطلع ايه في مشاكل. فبالتالي انا بعمل انجل بالمنظر دي، بالمنظر ده كده، عشان لما اجي اطلع الباترن تطلع بسهوله، ما تكسرش معايا الايه الوول، او تكسر معايا السطح بتاع المولد. باينه ولا مش باينه؟ اه لا تمام كده فهمتها. دي البروسيس بتاعت الساند كاستنج. انت بتبقى عامل كافيتي جوه خلاص، ودي مولد. تمام. دي حاجه اسمها الكوب اند دراج، يعني فوق ده الكوب واللي تحت ده دراج، وبتيجي تصب هنا الماتيريال، تنزل تاخد الكافيتي اللي جوه، بتاخد شكل الكافيتي اللي جوه وبتشكل. بعد كده انا عشان اطلع البارت اللي جوه ده بمكسر الرمله اللي حواليه وهيطلع البارت، عشان كده دي بنسميها اكسباندبل كاستنج. ده الشكل بتاع المولد، يعني ده الشكل الحقيقي بتاع المولد، بيبقى الكوب والدراج اهم. اللي جوه ده حاجه اسمها الكور، هقول لكم ده ايه. بنركب ده على ده، فبالتالي بيدينا الكافيتي اللي جوه. وبعد كده لما اجي انا اصب الحاجه اللي هتنزل تاخد الشكل الايه اللي جوه ده. الكافيتي دي بقى بتتعمل بحاجه اسمها الباترن اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. دي الأجزاء اللي بتطلع من الساند كاستنج. ده كده العامل وهو بيصب الماتيريال في الكاست او في المولد، اسف. دي ماتيريال تانية ممكن تكون ألومنيوم او حاجة. اشهر حاجات في الكاستنج الألومنيوم. طيب نيجي بقى نتكلم عن شوية مسميات. دايما الجزء اللي فوق في الساند كاستنج، النص الفوقاني من المولد، النص التاني، النص الفوقاني من المولد بنسميه الكوب، واللي تحت بنسميه دراج. طب احنا ليه بنعمل نصين؟ لان احنا ما ينفعش نعمل غير يعني نعمل الساند كاستنج او المولد نفسها غير لما تكون نصين. ليه؟ لان احنا بنحط الباترن، بعد ما بنحط الباترن بنبقى عايزين نشيلها، فلازم يبقى المولد نصين. لازم تبقى المولد نصين عشان اجي افكهم واطلع الباترن من غير ما اكسرها تاني. يبقى انا بعمل الباترن نصين ليه؟ لان انا ببقى حاطط اسف بعمل المولد نصين ليه؟ عشان انا ببقى حاطط الباترن جوه تديني الفراغ، فانا بعد كده عايز اشيل الباترن عشان اصب ايه الماتيريال بتاعتي. فببقى عامل المولد نصين، النص اللي فوق يتفك اطلع الباترن ومركبه تاني، وبالتالي يبقى عندي ايه المولد كده فيها الفراغ من جوه، اللي ايه لما انا اجي اصب الماتيريال بتاعتي تاخد شكل جوه الفراغ ده. طيب اللي بره ده اسمه الفلاسك. الفلاسك ده بيبقى معمول مثلا صندوق خشب او معمول ايا كان، عشان بس يبقى جواه المولد ايه متحكمه يعني.
اللي نبتدي بقى من فوق لتحت، اللي فوق ده حاجه اسمها البورينج كاب. البورينج كاب هي حاجه شكل كونيكال كده، الحته اللي فوق، لان انا لما باجي ادلق الماتيريال انا ما بعرفش اعرف اتحكم فيها بالظبط، فلازم اريا كبيره او حته كبيره واسعه يخش منها ايه الميتال. بعد كده الداون سبرو، الداون سبرو دوت او السبرو عامه، ده اللي بيعدي منه اول شانل بيعدي منها الماتيريال اللي منصهره وهي نازله لتحت، بيبقى حاجه فيرتيكال منظرها كده، دي اللي بيعدي منها الميتال عشان يوصل لفين، للرانر. الرانر بقى دي الهوريزونتال، الشانل الهوريزونتال اللي بيمشي فيها الماتيريال خلاص لحد ما بتوصل للكافيتي اللي انا عايز اشكلها. بيبقى في حاجه بقى مهمه اسمها الرايزر. الرايزر ممكن يكون هنا، ده كده كلوزد رايزر، او الرايزر مقفول، ممكن يبقى موجود الناحيه التانيه، ممكن يبقى مفتوح طالع لفوق. ايه بقى ميزه الرايزر دي، او ايه فايده الرايزر دي؟ لما انا الماتيريال بدلقها من هنا وتنزل تشكل لي البارت ده، الرايزر هو بيبقى عامل زي الريزرفوار او زي الكونتينر اللي بيغذي البارت اللي انا عايز، الكافيتي اللي انا عايز املاها بماتيريال. بصوا هتلاقوا الرايزر مليان مولتن ميتال خلاص، اخر حاجه بتنشف او اخر حاجه بيحصل لها سوليديفيكيشن او تتصلب بتكون الرايزر. ليه؟ او هي متصمم على اساس كده ليه؟ لان انا ببقى عايز الرايزر ده يبقى جواه على طول مولتن ميتال يغذي الكافيتي بتاعتي طول ما هي ايه لسه بتتشكل. تمام. طيب ايه تاني؟ اخر حاجتين هنتكلم عليهم، حاجه اسمها البارتنج لاين وحاجه اسمها الكور. البارتنج لاين ده الخط الفاصل ما بين الكوب ودراج. تاني، البارتنج لاين ده الخط الفاصل ما بين الكوب ودراج. الفكره كلها لما انا باجي اصمم المولد بتاعتي ببقى مهتم جدا بالبارتنج لاين ده، ما عايز ابقى حاطه في مكان ما ياثرش على البرودكت، مكان اعرف اطلع بعد كده منه باترن. الكلام ده كله هتشوفوه ايه في الورشه على العملي، هيبقى واضح اكتر. الكور، الكور ده بقى ميزته الوحيدة أو فايدته الوحيدة، لو أنا عايز أعمل عايز أعمل هول أو عايز أعمل فراغ جوه البارت بتاعي. يعني أنا دلوقتي عندي هنا الكاست أهي، أنا عايز أعمل جواه فراغ ثقب مثلا، فبعمله إزاي؟ بعمله بالكور. الكور ده بيبقى برضه معمول من الرملة بس ماتيريال مختلفة شوية، بيبقى محطوط معاها ريزن، رملة محطوط معاها ريزن، حاجة تنشفها علشان تستحمل الاسترسز اللي هتبقى عليها. زي ما انتم شايفين كده الكور ده حاجة طايرة. الكور ده حاجة طايرة تمام، عليها استرسز عالية، ف لما بنزل عليها المولتن ميتال، لما بنزل عليها المولتن ميتال هتعمل استرسز عالية، فأنا عايز الكور ده بيبقى معمول من ماتيريال ناشفة شوية أو جامدة شوية بحيث إنها تستحمل. فايدة تاني، فايدة ايه الكور؟ ان انا بعمل ايه فراغ جوه البارت. طب انا ليه ما عملتش الكور ده مع المولد نفسها؟ عشان انا ما اعرفش اعمله. انا دلوقتي الباترن اهي شكلها هيبقى عامل كده وهشيلها، هحط الكور ازاي؟ الكور ده انا بحطه بعد ما بشيل الباترن. تاني، الكور ده بيتحط بعد ما بشيل الباترن. برضو الكلام ده لما تشوفوه عملي هيبقى واضح اكتر. يعني لو سمحت يا باشمهندس، اه تمام. هو ممكن سامري للبروسيس دي كلها؟ طيب اول حاجه انا بيبقى عندي الفلاسك، بيبقى عندي الصندوق الخشب تمام، وبيبقى عندي رمله. الرمله دي مش بتبقى متشكله، انا بعمل ايه؟ بجيب الباترن واقوم حاطه، وبعدين اقوم حاطط عليه الرمله واقوم حاطط الصندوق الخشب، واقعد ايه اكبس الرمله على الباترن بحيث ان هي تتشكل على الباترن. بعد كده بعمل ايه؟ بقوم شايل الباترن، فبالتالي بيسيب لي فراغ جوه الرمله تمام. بعد كده لو عندي كور بحط الكور، الكور ده اللي بيديني هول او بيديني اي ثقب جوه البارت اللي هيطلع لي في الاخر. بجمع الاثنين مولز على بعض. لما اجمع الاثنين مولز على بعض يبقى في بينهم فراغ، الفراغ ده جالي منين؟ من الكافيتي، جالي من الباترن. بعد كده بعد ما مجمع الكوب والدراج اللي هما التو بارتس بتاع المولد على بعض وفي فراغ جوه ده، ببتدي اشكل البورن كاب والسبرو تمام والرايزر. الرايزر بالطريقه دي بيتشكل قبل ما ايه مجمع الاثنين مولز على بعض. بعد كده بقوم جايب الميتال ومسيحه،
ودلقه من فوق هنا ينزل يشكل لي الكافيتي بتاعتي تمام، وبيبقى عندي الرايزر ده بيبقى عامل زي تانك او ريزرفوار فيه مولتن ميتال بيغذي لي الفراغ ده، واخر حاجه بتنشف خالص الرايزر اللي هو متصمم صح. بعد ما بعد ما الماتيريال تنشف او بعد ما الميتال اللي انا بصبه يحصل له سوليديفيكيشن، بقوم مكسر الرمله دي ومطلع ايه، مطلع البورت اللي من جوه. انا ممكن اوريكم فيديو اسهل من الكلام ده كله. لحظة فيديو كده هيوضح بس البروسيس نفسها ماشية ازاي. ده كده الباترن انا بحطه، بعدين بحط عليه الرملة، كل ما انا بحط لاير من الرملة كده بكبسها. ده الكوب اللي هو النص التاني الفوقاني من المولد، بحط النص التاني من الباترن. الباترن بيبقى مقسوم نصين، بعد كده بفكهم واطلع الباترن. بقى عندي الفراغ، فعلت الكوب والدج على بعض، دول اللي بعمل بيهم السبرو السبرو والرايزر. وبعد كده صبيت الماتيريال، بس استناه لحد ما تنشف، بعدين اقوم ايه مكسر في الطبيعي ان هي بتتكسر عشان الماتيريال بتبقى نشفت يعني. فتحت شوية كده التفاصيل بتاعة الكاستنج، لما تشوفوها برضو انت الكلام ده هتشوفوه كله عملي في الورشة. طيب اللي بعد كده اللي هو الشيت، الماتيريال بتبقى شكلها عامل ازاي؟ الماتيريال بتبقى عبارة عن شيتس ألواح ليها عرض ستاندرد وطول ستاندرد، أو بتبقى كويلز يعني بيبقى زي بكرة يعني، لو هي حاجات رفيعة شيتس رفيعة خلاص. وبأطوال وأطوال بتبقى إيه، مثلا الكويل ممكن يبقى طوله مثلا إيه 20 متر 30 متر كده. طيب الشيت ميتال البروسيس بتاعتها بنعمل بيها حاجات مختلفة شوية. زي ما كده السلايد بتقول، الميتال فورمينج او التشكيل في الميتال بيبقى حاجتين، يا اما شيت ميتال يا اما بالك فورمينج، يا اما شيت ميتال يا اما بالك فورمينج. البالك فورمنج زي العمليات هي الرولينج والفورجنج والاكستروجن والوير درونج، الحاجات دي كلها انتوا هتشوفوها في قدام يعني. الشيت ميتال بقى حاجات مختلفه، شيرنج يعني قطع، يعني انا همسك الشيت ميتال ده هو عامل حاجه زي الشيت كده، ممكن يبقى تخانه 2 مللي 3 مللي ممكن اقطع فيه، ده بالنسبه للشيرنج. الباندنج ان انا ممكن اتني ايه الشيت ميتال خلاص. الديب درونج ده اللي هو السحب هتشوفوها برضه. البلانكينج والبيرسينج ان انا ممكن اخرم في ايه في الشيت ميتال، ان انا ممكن اجيب الشيت ميتال ده او مطلع منه حاجات اشكال خلاص بايه، عن طريق الايه ان انا بقى إيه؟ بخرم فيه او بعملها حاجه بالمكبس كده بحيث ان هو يطلع لي الشكل اللي انا عايزه. العملية دي اسمها فلات رولينج خلاص، بندخل الماتيريال بتخانة عالية تطلع لها من الناحية التانية بتخانة ايه اقل. الفويل تطلع بتخانات بالمايكرون، يعني التخانة اللي هتطلع تبقى بالمايكرون تتقاس بالمايكرون. الشيت التخانة اللي هتطلع تتقاس بالمليمتر، البليت تتقاس بالسنتي.
طيب انواع الشيتس عندنا حاجه اسمها بلاك ستيل، عندنا حاجه اسمها جالفانايزد، التيم بليتد، الالومنيوم، الستانلس، الكوبر والبروس. البلاك ستيل زي ما بيسموه كده اللي هو الحديد الاسود. الجالفانايزد ستيل ده بيبقى حديد متعالج كيميائيا بطريقه معينه بحيث ان هو ما يصديش. التيم بليتد بيبقى واخد طبقه من التن اللي هو القصدير. الالومنيوم التيم بليتد ده بيكون بيلمع يعني لمعان عنده عالي شويه. الالومنيوم ده اصلا ماتيريال غير الستيل خالص، اللي هي الالومنيوم ماتيريال طريه سهله جدا في التشكيل. الستانلس نفس الكلام بيبقى ستيل بس متعالج، او هو الالوي نفسها ما بتصديش، مش متعالج كيميائيا بقى، الالوي نفسها ما بتصديش والتشغيل بتاعه بيبقى صعب شويه. الكوبر والبراس اللي هو اللي هي النحاسيات، اللي هي الحديد اللي زي ما بيسموه النحاس الاصفر والنحاس الاحمر خلاص. ده ليه استخدامات تانية خالص، زي ممكن يكون مثلا الهيت كوندكتيفيتي عنده عالي شوية فبيوصل الحرارة، ان هو الريزيستنس بتاعته التست قليلة، الكلام ده كله. فكل ماتيريال من دول ليها استخدام. الستانلس ستيل مثلا ممكن نعمل بيها حاجات المطابخ لان هي انرت، او ان هي ما بتتفاعلش مع الاكل والكلام ده كله. ما نقدرش نستخدم الجلافانايز ستيل مع ان ما بيصديش مع حاجه المطبخ لان هو اصلا متعالج كيميائيا، فبالتالي هو بيتفاعل مع الاكل. الالومنيوم برضه بنستخدمه في حاجه المطابخ بس مشكلته ان هو ضعيف، ما بيبقاش قوي زي الستانلس، مع ان الالومنيوم اللي هي الكوندكتيفيتي مثلا عنده عاليه، اعلى من الستيل وهكذا. يعني كل حاجه بيبقى ليها استخدامات. طيب في عندنا حاجه اسمها السكرايبرز، دي اللي هي الحاجات اللي نقدر نعلم بيها، دي الهاند تولز اللي بنستخدمها في الايه، في الشيت ميتال وورك. السكرايبرز دي الحاجه اللي احنا بنعلم بيها على الشيت ميتال. الديفايدر ده اللي احنا بنقسم بيه، يعني بنفتحه زي حاجه عامله زي البرجر كده، نفتحه على الانجل معينه تديني مسافه معينه واقدر اعلم بيه المسطره. الترامل بوينت دي اللي انا بقدر اعمل برضو بيها ايه، دوائر كبيره. مقصات، الهامر اللي هو شاكوش، الهاند شيرز دي المقصات، الهامر ده اللي هو شاكوش، الفايلز ده اللي هو المبرد، الشيزل ده اللي هو الازميل، البلايرز اللي هي التنايات، الجروفينج تول اللي هي بتعمل لي الجروفز او بتعمل لي الفراغات، الانفل ده اللي هو اللي تحت على اليمين ده خلاص. الانفل ده من اهم الحاجات اللي في الورشه بتاعت الحداده، اي ورشه حداده، اللي هو اللي بيتشكل عليه الماتيريال. انا لو عايز اعمل حاجه فلات هحطها على ايه، على الجزء ده. لو عايز اعمل حاجه فيها دوران او كيرف بحطها على الجزء اللي قدام ده. المالت اللي هو الدقماء، المالت ده بيبقى معمول مثلا من ماتيريال زي الخشب او حاجه زي كده عشان ما تاثرش لو انا ادق عليها على شيت ميتال ما تعملش عضه او تانية في الايه، في الشيت ميتال. الفايس اللي هي المنجله، تمام، اللي هي بتمسك الحاجه. طيب الاوبريشنز اللي بتتعمل على الشيت ميتال اللي هو الشيرنج، اللي هو القص، تمام، ان انا بقص الشيت ميتال. ده كده شكل المقص، الجزء اللي فوق دي البليد دي اللي بتنزل تقص على الشيت ميتال، تمام. لو في الورشه في اشكال كتير قوي، في كذا مقص يعني في الورشه. طيب البندنج اللي هو التاني ده كده على اليمين، دي شكل البندر اللي بيبقى فيه جزء في بلوك تحت كده خلاص، والجزء اللي فوق ده هو اللي بينزل يقوم عامل التاني في الشيت ميتال زي ما انتم شايفين. الشيت ميتال بيبقى محطوط مفروض هي بتيجي تنزل تقوم ايه عامله التاني. ده نوع تاني برضو، تمام. الفراغ اللي جوه ده عشان لو هو اصلا اوريدي كان ايه في تانية من هنا، تمام، ما يخبطش في الطول يقوم داخل جوه الفراغ ده. دي معناه ان انا مش لازم اتني ايه 90 درجة، انا على حسب هنزل قد ايه هيعمل لي ايه الباند اللي انا عايزها، الانجل اللي انا عايزه.
طيب في بروسيس تانية مهمة أوي اسمها البيرسينج وبلانكينج، إن أنا بنزل ببانش وعاملة لي الفراغ اللي أنا عايزه في الإيه، في الشيت ميتال. الفرق ما بين البيرسينج والبلانكينج، والسؤال ده بيجي كتير في الامتحانات يعني، إن البلانكينج أنا باخد الجزء اللي بيقع ده بستخدمه، تمام؟ البيرسينج العكس، البيرسينج العكس، البيرسينج أنا اللي بستخدم الشيت ميتال نفسه، الجزء اللي بيقع ده بيبقى سكراب أنا برميه. البلانكينج لا، البلانكينج ده انا باخد الجزء اللي بيقع من الشيت ميتال بستخدمه. لو تاخدوا بالكم ان هو معلم هنا السكراب او الجزء اللي هيترمي فين، في البلانكينج الشيت ميتال اللي اتبقى ده اللي هو الحروف دي هي اللي هتترمي، واللي بيقع ده هو اللي انا بستخدمه. في البيرسينج السكراب اللي بيترمي اللي هو ايه، الجزء اللي وقع، تمام؟ لكن الشيت ميتال ده هو اللي انا بستخدمه. ده حاجة اسمها 3 رول بندنج، ان انا بيبقى عندي رولرز زي دول كده بعدي بينهم الشيت ميتال، تقوم عاملة لي ايه دوران في في الشيت ميتال بالمنظر ده. باشمهندس لو سمحت، اه اتفضل. ممكن آخر جزئية حضرتك لسه ليه؟ قايلها، آخر كومبارزن حضرتك لسه قايلها تاني؟ ليه؟ ما بين ايه وايه؟ الاعلى البيرسينج والبلانكينج؟ اه طيب بالظبط. البيرسينج والبلانكينج دولت عمليات انا بعمل فيهم تاب او فتح بيهم في الشيت ميتال. الشيت ميتال اللي هو اللي هو ده، تمام؟ انا بقوم مفتح فيه ايه، يا اما بيرسينج يا اما بلانكينج. في المنظر ده كده، انا اللي على الشمال ده انا كده بعمل ايه، بلانكينج. انا بجيب الشيت ميتال بحاول اطلع منه اكبر كمية من التقطيعات الممكنة، تمام؟ ليه؟ لان انا الجزء اللي بيقع ده هو اللي انا بستخدمه اللي هو الجزء ده، تمام؟ فانا ببقى عايز الشيت ميتال استغل فيه اكبر كمية من الممكنة من الاستغلال، ان انا اعمل اوبتمايزيشن باكتر طريقة ممكنة عشان يطلع لي اكتر بلانكس، اكتر حتت بتقع، تمام؟ هي إيه الحتت اللي بتتقطع. طيب البيرسينج بقى، البيرسينج العكس، انا ببقى عايز الشيت ميتال نفسه وببقى عايز بس فيه اماكن متفتحة في حتت معينة، يعني عايز اماكن فيه فيها هولز او حتت معينه بس هي فيها هولز، فبعمل بيرسنج للحته دي، واللي بيقعد ده بيبقى سكراب انا ما بستخدمهوش، وبستخدم الشيت ميتال نفسه. تمام، شكرا. زي كده في الاكزامبل ده، في الاكزامبل ده انا عندي البرودكت اللي طالع اللي هو الايه، المنظر ده كده، الحتت اللي جوه دي انا عملت لها ايه، بيرسنج، لان اللي وقع منها ده اترمى خلاص انا مش عايزه، تمام؟ ده كده ايه، بيرسينج. طيب ال في الاكزامبل ده انا ببقى عايز اطلع دواير او حتت شيت ميتال مدوره خلاص، اخدها بعد كده استخدمها في اي حاجه تانية مش مهم استخدمها في ايه، فانا بجيب الشيت ميتال بحاول اطلع منه اكبر كميه من الدواير دي، ده البروسيس دي اللي هي اسمها بلانكينج. الجزء اللي بيتقطع هو ده اللي انا بستخدمه، اللي بيتبقى ده بيبقى سكراب. الشيت ميتالز بتتجمع مع بعض بثلاث طرق، حاجه اسمها السيم جوينت، وحاجه اسمها الريفتس، وحاجه اسمها السولدرنج. السولدرنج ده اللي هو اللحام، انا بلحم بس. السولدرنج، كلمه سولدرنج دي يعني انا بلحم بالقصدير خلاص، خليها كلمه ويلدنج عامه يعني اللحام عامه، تمام؟ في سولدرنج وفي بريزنج ده نوع، وفي ايه الويلدنج عامه ده اللي هو اللحام يعني. الريفتس اللي هي برشام، ان انا ببرشم ايه الشيت ميتالز مع بعض، ببقى عامل فيها هولز خلاص ومبرشمها. السيم جوينت، السيم جوينت دي ان انا بجيب الاطراف بتاعت الشيت ميتال بتنيها بطريقه معينه مع بعض، فايه مقفلين على بعض. السيم جوينت دي اشهر حاجه، اشهر جوينت موجوده فيها زي الكان، الكانز بتاعت البيبسي والحاجات دي كلها، الحته اللي فوق دي معموله بالسيم جوينت، ان هما بنجيب اتنين شيت ميتال على بعض وبنقفل عليهم بطريقه معينه كده، فبقوم ايه عاملين جوينت بسيم يعني، حاجتين داخلين انترلوكن جوه بعض يعني. طيب لو انا عايز اعمل البوكس دي بعمل ايه، بجيب الشيت ميتال بمعلمه خلاص، وبقطع الاطراف اللي هي الحاجات اللي على الاطراف دي، كورنرات دي، بعد كده اقوم تاني
الزيادات قوم تانيها لفوق خلاص، وبعد كده قوم عامل جويننج للايه لما يجوا الاطراف دي يتجمعوا على بعض وعمل لهم جويننج، ممكن يكون عامل لهم جويننج بالويلدنج بس. ده احنا كده خلصنا الانترودكشن بتاعت الشيت ميتال، احنا كل اللي بنعمله ده انترودكشن، الكلام ده هيتعاد تاني في الايه في الورش. طيب في الميجرمنتس بقى نخش على ميجرمنتس بسرعه كده، نراجع تاني عندنا حاجه اسمها الريزولوشن، دي اللي هي ادق حاجه انا اقدر اجيبها. ففي المسطره الريزولوشن 1 مللي، انا يقدر يديني حاجه باكيورسي 1 مللي، فببتدي استخدم الفيرنير والمايكرومتر عشان يديني اكيورسي اعلى او يديني ريزولوشن اعلى في القرايه اللي هو الكسر المللي. تمام طيب. في حاجة بعد كده عندي اسمها جيجز، الجيجز دي اللي أنا بعرف أقيس بيها حاجات معينة، زي إيه مثلا الراديوس جيج، يعني أنا عندي حاجة فيها دوران زي حتة الكشبة دي فيها دوران كده، أنا عايز أعرف الراديوس بتاع الدوران ده قد إيه، فبجيب الجيج ده، ده حاجة كده مجموع حاجة يعني حتة حديدة كده خلاص فيها مجموعة من الشرايح، كل شريحة ليها راديوس معين، فبقعد أطابق الشرايح دي لحد ما الاقي شريحة متطابقة، يعني شريحة من الشرايح دول، وباخد اقرا اللي عليها مكتوب عليها، مكتوب عليها راديوس 30، راديوس 20، راديوس 200 كده يعني. تمام فدي لو الجيجز دي انا بستخدمها في ايه، لو انا عندي حاجة عايز اقيسها وانا مش عارف قياساتها ايه. الثريد جيج لو انا عندي الغوص زي ده كده وانا مش عارف الخطوة بتاعته او المسافة ما بين كل سنة وسنة قد ايه، بجيب حاجة اسمها ثريد جيج. تمام ده بيبقى فيه أسلحة كتير أو بيبقى فيه شرايح زي الشريحة اللي قدامنا دي، وبقعد أطابق كل شريحة لحد ما ألاقي شريحة إيه دخلت جوه السنان بتاعت الإيه الأوضة. بعد ما ألاقي خلاص دي الشريحة دي متطابقة، أخد الشريحة أقرأ اللي عليها أقول أه الثريد ده الخطوة بتاعته 1.4 مللي مثلا. الفيلر جيج آخر حاجة، الفيلر جيج ده لو عندي زي الصورة على اليمين دي عندي حاجتين حتتين مثلا اتنين بليت في بينهم فراغ، انا مش عارف الفراغ ده 0.2 ولا 0.3 مليمتر ولا 0.4، طبعا الفيرنير ما اقدرش اخش في الفراغ ده، فبعمل ايه بجيب الفيلر جيج برضو حاجه زي كده فيها شرايح كتير، كل شريحه ليها تخانه معينه والتخانه مكتوب عليها، بقعد اجرب تمام لحد ما شريحه منهم تخش في الفراغ ده، اقول اه خلاص يبقى الشريحه دي هي دي الايه ده الفراغ اللي موجود، اخد الشريحه واقرا اللي عليها. طب احنا كده يا شباب عملنا ال كده احنا خلصنا الانترودكشن بتاعت الشيت ميتال والكاستم. في حد عنده اي اسئله؟ بس مارس هو اللي هو اللي احنا المفروض هنعمله اسمه ده اقولي كده اللي هو حضرتك كنت قلت هينزل لنا زي ورق كده اللي احنا هنحله ريبورت. او ريبورت اه تمام. هينزل امتى؟ مش عارف السؤال ده صعب شوية، الدكتور هي اللي المفروض بتنزله يعني. هو انت وانا اللي بديكم في الورشه اون كامبس ولا حد تاني؟ لا احنا خدنا مع حد تاني الاسبوع ده، باشمهندس اسمه اسلام محمود، باشمهندس هيجي لنا السنه حد كان تاني. معاك والنص كان مع حد تاني. اه اهلا اتفضل. اهلا ازيك يا باشمهندس؟ طيب ماشي بس احنا خلاص سيشنين فيعني الموضوع مختلف. انتوا النص اللي هتبقى المرة الجاية. طيب خلاص ماشي، انا هشرح لكم الكلام ده كله في السكشن تاني اصلا. يا باشمهندس لو سمحت، قول. يعني كنت ببص على الاستادي بلان اللي كانت الدكتور منزلاها، يعني لقيت ان في حاجة اسمها تيرنينج مكتوبة مرتين، هل هي يعني شابترين بيتكلموا عن الموضوع ده ولا دي غلطة ولا ايه؟ انت بتبص على الاستادي بلان ليه اصلا؟ اللي هي الدكتور قالت كده يعني نزلته في اول محاضره، عامل ايه ده اول حاجه حطيتها قدامنا يعني. طب بص هو في تيرنينج للخشب، فدي ممكن تكون مكتوبه في الورشه بتاعت الخشب، مكتوبه بقى اصلا الورق التيرنينج اللي هو بتاع الستيل والكلام ده كله، يعني في اوبريشن اسمها تيرنينج، يعني ففي منها ممكن تعملها للستيل ممكن تعملها للخشب ممكن تعملها، بس الماشين اللي بتعمل الستيل مثلا مختلفه خالص عن الماشين اللي بتعمل الخشب،
فعشان كده الدكتور بتقسمهم يعني. بس ممكن يكون ده كان قصده، ان هي في اول السنه خالص او اول الترم انت هتخش الورشه بتاعه الخشب، فهتشوفوا المكنه بتاعه التيرنينج بتاعه الخشب. بعد كده قدام بقى هتشوفوا المكنه بتاعه التيرنينج بتاعه الستيل، ودي مختلفه خالص عن دي، فيها بارتس كتير، فيها اجزاء كتير، واصلا محاضره لوحديها يعني. طيب تمام، شكرا يا فندم. تمام. طيب يا شباب، في حد عنده اي اسئله؟ سألوني في السكشن ده. باشمهندس بعد اذنك، بس قول. هو انا المفروض اذاكر ازاي يعني الماده دي، اذاكرها ازاي يعني؟ انا خلاص حضرت اهو دلوقتي وفهمت، يعني احل منين، اذاكر منين، انت يعني فهمت؟ اعمل ايه يعني؟ لا بصراحه يعني السكشن طيب ده لا، ايه؟ لا بصراحه السكشن ده لا، انا ما فهمتش قوي، بس يعني ما مش هو مشكله. مشكلة الأونلاين بس إن الناس بتفصل فيه، والسلايد يعني دي السلايد دي الدكتور هي اللي بعتها، فإحنا ملتزمين بيها علشان يعني ملتزمين بيها عشان يبقى الموضوع موحد. بس أنا ممكن بعد كده، طالما أنا اللي بديكوا بقى في السكشن، فممكن بعد كده نبقى نتفرج على فيديوهات في الأونلاين، بحيث إن أنتوا تشوفوا الحاجات العملية بقى اللي أنتوا ما بتعرفوش إيه، مش هنعرف تشوفها في السكشن يعني. وفي السكشن نشرح الكلام بقى إيه فيس تو فيس كده، ونقعد نتناقش فيه. يا ريت يعني، وخصوصا سؤال؟ كمان ان احنا لسه ما امتحناش، فاللي هو يعني الكلام نظري كتير قوي، احنا مش عارفين ان انا مطالب بص، يعني فاهم. هو انت المحاضرة ذاكرها كويس. هقول لك على حاجة، انت لازم تحضر المحاضرة اصلا والله بحضرها وما بفهمش بس مش برضو. مشكلة يعني. بس هي هتلاقي ايه، في حاجات كده يعني، زي ما انا بقول لك مثلا البيرسينج والبلانكينج دي لازم هتيجي في الامتحان، ملهاش مفر يعني. الجيجز دولت اللي انا قعدت اتكلم عليهم دولت بسرعة، هتيجي تقول لك في الدكتور في الامتحان مثلا انت عندك الاوز مش عارف تقيسه، هتقيسه بايه؟ بالثريد جيج كده يعني. العمليات، الرسومات بقى. بص، اي حاجه، اي عمليه، اي بروسيس، اي ماشين، اي حاجه، احفظ لها رسمه، احفظ لها رسمه كروكي يعني، مش رسمه بكل التفاصيل اللي في العالم يعني، بس احفظ لها رسمه يعني. التيرنينج مثلا، زي كده باشمهندس اللي هو حازم لما سأل قال لي في تيرنينج في الخشب، وفي تيرنينج او في اتنين تيرنينج. فالتيرنينج بتاع الخشب ده مثلا مكنه شكلها بسيط جدا، التيرنينج بتاع الستيل ده مكنه تانية خالص. نفس الكونسبت، ان هي برضو الحاجه بتلف وبتشكل فيها بس باسلوب تاني خالص يعني. فالتيرنينج بتاع الستيل ده مثلا هتحفظ له رسمه بكل التفاصيل اللي فيها، وبتاع الخشب ده هتحفظ له رسمه ابسط بكتير جدا. ليه بقى انا بقول لك احفظ له رسمه؟ الدكتور بتحب جدا في الاسئله يبقى فيه سكتشات يعني، تيجي تقول لك ايه، ارسم لي سكتش، اشرح لي وارسم سكتش، اعمل لي كومباريزن وارسم سكتش كده يعني. انت اصلا حتى لو قلت لك ارسم سكتش، انت ارسم تمام، unless ان الامتحان ام سي كيو. انا مش عارف هو الامتحان بتاعكم ام سي كيو ولا لا الصراحه، بس اعتقد لا. خلاص، الكويزات اللي هتمتحنوها، هتمتحنوا الكويزات، دكتور بقى بتحب تعمل كويزات كتير، فهتلاقي نفسك امتحنت 5 كويزات مثلا، 6 وميد ترم. فانت اكيد بعد اول كويزين هتفهم الاسلوب بتاع الدكتور عامل ازاي يعني. هتلاقي في حاجات نظري هي اتكت عليها في المحاضرة دي، ذاكرها. خلاص، اهم بقى من الكلام ده كله، في ريبورتات هتنزل. الريبورتات دي لما تنزل انتوا حلوها يعني، ما تحاولوش تنقلوها، حاولوا تحلوها، واللي مش فاهمينه فيه اسالوه يعني، اسالوا عليه. ليه؟ لان انت لو فاهم هتحل في الامتحان، لو مش فاهم وحافظ، ما عمر من الاسئله هتيجي هي هي يعني. الجواب بتاع ثانويه عامه بقى، ان انت تلاقي السؤال هو اللي جه في الامتحان ده، مش هتلاقيه، هتلاقي نفس الاجابه اللي المفروض تتكتب بس الشكل السؤال مختلف. فلو فاهم هتحل. ماشي، خلينا بقى كده المرة دي اللي جاية هنبقى نشغل فيديوهات يعني، هنبقى نشغل فيديوهات أكتر، أو نشغل بقى كلام الصور والكلام ده، عشان تبقوا متخيلين الحاجة شكلها عامل إزاي، والشرح والكلام ده كله هنبقى نقوله في الآخر أو في المعمل أو في الورشة يعني، والمذاكرة بقى.